تسونامي المهاجرين شكل صدمة لنا في أوروبا. نحن استقبلنا 1,800,000 مهاجر في الوقت نفسه، وهذه نسبة مرتفعة. عندما بدأت الحرب في سوريا قالت تركيا أنها لا تستطيع أن تستقبل أكثر من 100,000 شخص، ولكن اليوم هي تستضيف 2.5 مليون لاجئ. نحن في المفوضية الأوروبية نعمل بجهد على خطة استجابة سريعة كي نتخطى بعض الاختلافات في نظريات بعض الدول الأعضاء، والهدف هو إيجاد سياسة منسقة واحدة يتبعها الجميع في إجراءات التسجيل والعمل والمساعدات الاجتماعية. نعمل أيضا على حماية حدودنا الخارجية ومحاربة الاتجار بالبشر الذي بات تجارة بمليارات الدولارات، والأهم نساعد حيث توجد المشكلة في لبنان وسوريا وتركيا. رفعنا حصة مشاريع التنمية في أوروبا في عام 2015 بنسبة 15% لمساعدة الدول التي تستقبل اللاجئين. مواردنا محدودة، لكننا استطعنا في موازنة هذا العام والتي تصل إلى 150 مليار يورو مضاعفة تمويلنا لمساعدة اللاجئين من 4.5 إلى 10.5 مليار يورو.